السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة مع تلبو شو. الحلقة دي النهاردة احنا رايحين مرتفعات الكاميرون أو كاميرون هايلاند. كاميرون هايلاند بعيدة عن كوالالمبور حوالي 200 كيلومتر، وبترتفع عن سطح الأرض حوالي 1500 متر. مشهورة جدا بالشلالات وبمزارع الشاي وكمان بالجو البارد فيها، والناس اللي راحت جينتينج هايلاند تعرف يعني ايه جو برد في ماليزيا. الطريق طويل وفي جزء متعرج فيه، فخلونا نتحرك من بدري دلوقتي عشان نلحق ان شاء الله نوصل بدري لمرتفعات الكاميرون. يلا بينا. وصلت عند الاستراحة في الطريق، نزلنا في نص الطريق هنا في استراحة. بس بصوا عجبني جدا المنظر اللي عند الاستراحة، بصوا الدنيا عاملة ازاي. الغريب بقى جدا ان الاستراحات هنا دايما فيها محلات ايس كريم، يعني ما اعرفش ليه، مش عارف ليه في وسط استراحه في محل ايس كريم. يعني انا اعرف الناس تحب تنزل تخش الحمامات، تلاقي مسجد تصلي، تلاقي مطعم، انما تلاقي محلات ايس كريم دي. واللي موجود هنا مش اي محل ايس كريم عادي، ده باسكن روبنز. وفي معظم الاستراحات بتلاقوه موجود، ففي سر في الموضوع ده. دلوقتي احنا نعتبر خلاص كده، فاضل ساعه ونص ونوصل ان شاء الله تعالى. واعتقد ان اول مكان هنزل فيه او هنوصل له هو مزارع الشاي. انا نزلت الحقيقه اعمل شويه ريفرش كده ورايح من قياده السياره، ونرجع بقى نكمل تاني طريقنا. يلا بينا يا جماعه. كلاكيت تاني مرة. وقفت رايح في الطريق، ولكن المرة دي في مكان على جنب. الطريق من كوالالمبور لكاميرون هايلاند سالك حلاوة، يعني الطريق عادي والطريق هاي واي، لحد ما بتيجوا بقى قبليها ب 52 كيلو كده تقريبا، تخشوا بقى اللي هو الطريق اللي وسط الأدغال نفسها ووسط الغابات. فتخشوا بقى الطريق المنحوت ده، طريق رايح جاي وحلزوني حلزوني حلزوني. فالواحد يقعد يلف. الموضوع صراحة مرهق جدا جدا، يعني حوالي ما يقرب من مثلا من 58 او من 55 دقيقة الواحد ماشي في الطريق ده. انا فاضل 20 دقيقة على الوصول، ولكن استسلمت خلاص، قلت انزل اريح شوية، فلقيت برضو المنظر جميل فقلت اوريه لكم. بصوا الحتة دي، هي كلها غابات. طبعا احنا بقالنا كتير قوي بنطلع، بقالنا كتير قوي بنمشي، فاعتقد طلعنا مسافه كبيره قوي. يا جدعان الموضوع مرعب قوي. انا اتخيل واحد لو موجود هنا بالليل. وده كشك مهجور ما فيهوش اي حاجه، ده عليه صور كلاب. ايه ده بيبيعوا لحم كلاب ولا ايه؟ ده عاملين لحمة والله، ده لحمة فور ادلت. ايه ده فور، مش عارف ده فعلا لحم كلاب ولا ايه. حاجة عجيبة جدا، عشان كده مفيش كلاب هنا، خلصوها تقريبا كلها، عملوها شاورما. طيب هو كده، هو الجو هتحسه بدأ يزداد برودة شوية. طبعا احنا عمالين بنرتفع عن كوالالمبور وبتراجيا، فدلوقتي هروح اركب العربية ونكمل الرحلة الأليمة دي. يلا بينا. واخيرا وصلنا عند اول محطة في رحلتنا، كاميرون فالي هايلاند تي، وده المكان اللي عنده مزارع الشاي. يلا لحسن الواحد مفرفر. كده احنا دخلنا من مدخل المطعم او المحل اللي هم عاملينه، ممكن تشربوا فيه شاي وتشتروا كمان شاي من هنا، عشان توصل بقى للنافذة اللي توريك منظر رائع 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 تبارك الله لمزارع الشاي. انا مش هتكلم كتير، انتوا تتفرجوا دلوقتي.
طبعا عشان تنزلوا تتفرجوا على مزارع الشاي تحت المفروض بتاخدوا الاستيكر دوت في ايديكم ده 3 رينجت تقريبا بتطعوه من كشك موجود جوه وتنزلوا بقى تحوموا في مزارع الشاي فمرحبا بالكافيين. نزلنا وسط مزارع الشاي اهو دلوقتي ولقيت يافطه مكتوب عليها ما تقطفش من ورق الشاي. يعني متخيل لو واحد نازل لا والله جه في دماغي كده طب ما الواحد يجيب معاه كيس ويعبي شويه شاي ينشفهم في البيت فلقيت انه ما ينفعش تعمل كده اهوت. واول مره اشوف لوحه هنا ان ديت مش الزون دي ما ينفعش تطيروا فيها درون مع انه شوف ناس كتير قوي بتصور بدرون بس واضح من مكان تاني. الدرون دي اللي هي الطياره اللي بتطير وبتصور لحد ما يعرفهاش يعني. المنظر ممتع جدا 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 بس نسبه الهواء قلت شويه عما كنا فوق في الكافتيريا لكن المنظر رائع. هسيبكم دلوقتي في شويه تاملات في المكان تتفرجوا عليه يلا. كذا نوع شاي عندهم شاي عادي اللي هو الاوريجينال وعندهم شاي باللبن وعندهم شاي بالحبهان عندهم كذا نوع شاي وممكن تجيبوا كوبايه وممكن تجيبوا عباره عن براد وبعدد كوبايات في السمول كوبايتين ميديوم 4 كوبايات لارج 8 كوبايات او 6 كوبايات تقريبا يعني 6 كوبايات. فاحنا دلوقتي هنطلب ونشوف طعم الشاي. ثانك يو ثانك يو سو والله طعمه رهيب. لا رهيب رهيب طعم اللبن ده اللبن فريش ده مش اللبن العادي اصلا انتوا احنا واخدين هنا في ماليزيا على معظم اللبن لبن معلب ومبستر بس لا مش ممكن يا جماعه وانا بشرب من غير سكر يعني الطعم فعلا رائع بيفكرني بايام كنت صغير وبنشرب شاي بلبن كده في مصر مشهورين احنا قوي في مصر بالشاي بلبن تحس الناس كبيره حتى ما بتفطمتش لازم شاي مع لبن وبناخده مع بقسماط بس ده طعمه رائع يا ترى انا متاثر بالطبيعه والخلابه والكلام ده ولا ايه مش عارف لا لا انا لا انا متكيف مع القعده والهواء انا انصحكم كلكم انكم لازم تيجوا تقضوا شويه وقت هنا والله هي معاناه عشان توصلوا الكاميرا الهايلاند بس بعد كده الموضوع رائع 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 كوبايه شاي كمان والله يا جماعه شويه تامل كده في الطبيعه الخلابه دي يعرفك سبحان الله قدره ربنا سبحانه وتعالى يعني حاجه عظيمه الطبيعه اكتر حاجه بتخلي الانسان كده يعمل شويه مديتيشن وتامل كده يستنشق هواء نظيف يريح دماغه من صخب المدينه والمشاكل اللي حواليه تجربه بصراحه كويسه انا الفتره اللي فاتت كنت مضغوط وعندي مشاكل كتيره جدا فلما جيت كده شويه دول لا حاسس ان انا لا بجد في شويه ريلاكس كده بالذات مع كوبايه الشاي باللبن العجيبه دي الوقت هننتقل للمحطه الثانيه ان شاء الله غالبا هتكون مزارع الفراوله انا لسه ماشي على خريطه كده هطلعها لكم على الشاشه عشان اعرفكم هننتقل ليها ان شاء الله دلوقتي ونشوف بقيه الاماكن في كاميرون هايلاند اكمل الشاي بقى Wa pa 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 p
دلوقتي احنا وصلنا لحتة اسمها ستروبري كيا فار، ودول عندهم جيست هاوس وعندهم مزارع الفراولة واماكن حاطين فيها ورود وكده. والمكان ده مكان جميل جدا لو حد عايز يجي يقضي ليلة، يعتبر نوعا ما رخيص لان الليلة فيه 138 رنجت، ولو حجزتم بوكينج اعتقد هيبقى ارخص من كده. عندهم هم مزرعة فراولة جوه بيدوكم دوت، وتخشوا تقصقصوا انتوا الفراولة اللي انتوا عايزينها. وكمان عندهم منفذ بيع بره، بيبيعوا الكيلو من الفراولة بخمسين رنجت ونص كيلو 25 رنجت، وبيبيعوا بره اطباق كده، الطبق بستة رنجت والطبقين بعشرة رنجت. يعتبر طبعا سعر الطبق ارخص بكتير قوي من كوالالمبور. كوالالمبور طبق تقريبا بخمستاشر رنجت. الجو بتاع المكان هنا تحفة، لان ده يعتبر من اعلى الاماكن في كاميرون هايلاند، فالجو جميل جدا. ومكان الجيست هاوس حلو قوي، وعندهم اكشاك صغيرة كده هوت، عاملة زي تصميم الاكواخ بتاعت الماليزيين، بس طبعا معمولة بشكل يعني شيك وجنتل اكتر، ومعمولة من البوص تقريبا. وينفع برضو تقيموا فيها او الواحد يسكن فيها، يبات فيها، يخش جوه كده يقفل على نفسه زي نظام الكبسولات بس على شكل بيوت. المكان ده جميل جدا. وانا من الحاجات اللي عرفتها كمان في كاميرون هايلاند هنا، مفيش مزارع مخصوصة بس للفراولة. يعني وانتم ماشيين على الطريق، طول ما انتم ماشيين هتلاقوا مزارع فراولة، تختاروا اي واحد فيهم وتخشوه وتجيبوا منه اللي انتم عايزين. دلوقتي هننتقل لمحطة تانية جوه كاميرون هايلاند، يلا بينا. طبعا هي مطرت، فبقى الجو لاول مره في ماليزيا الاقي مطر بينزل مع جو ساقع. احنا واحنا بنتمشى بقى جوه كاميرون، وانا بتنقل من الاماكن بعضها لبعض، وصلت لسوق كده، لقيت شكل الخضار والفاكهه فيه تحفه ورخيص جدا جدا جدا. عشان كده قلت اخدكم جوله، وبرضه احط اللينك بتاعه او اللوكيشن بتاعه في وصف الفيديو هو كمان. يلا بينا. طبعا الحاجات معظمها زي اللي احنا عارفينها، بس هنا اكتر حاجات شفتها مميزة عندهم بطاطا، والبطاطا هنا رخيصة ونظيفة جدا، في كذا نوع منها. الفراولة برضو نفس الكلام، رائعة للغاية واسعارها رخيصة جدا عن كوالالمبور. واكتشفت حاجة رائعة جدا، ان هما بيبيعوا فراولة مجففة بالعسل وفراولة مجففة بالسكر، وعندهم اللي هي الشيري توميتو دي برضو شكلها تحفة قوي. المكان رائع رائع، والجو برد، بقول لكم اول مرة الاقي جو برد كده. وكمان عندهم زرع ممكن تاخدوه تزرعوه في البيت، بس ما اعتقدش ان كله هينفع في كوالالمبور لان الجو هنا برد. اما كوالالمبور يستغيث منها يعني الواحد في كل وقت، جو حر جدا في كوالالمبور. فانصحكم تزوروا المكان، وهتلاقوا ان شاء الله اللوكيشن في وصف الفيديو. نكمل رحلتنا. وصلت خلاص الفندق اهوت. انا ان شاء الله هحجز ليله النهارده كده، لان خلاص الوقت متاخر، وعشان ارجع الموضوع يعني هيبقى صعب شويه. فهكتب لكم ان شاء الله اسم الفندق على الشاشه عشان نطقه صعب، ونكمل ان شاء الله بكره. يلا.